ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. العش الخالي. باركا، آسف يا أوبل، كنت نائما. أنا أقول سيد أحمق، هل أستطيع أن أقدم لك قطعة مقرمشة أخرى؟ لا، فعلتها مجددا، ماذا سأفعل؟ صباح الخير يا رفاق، استيقظوا. ها؟ ماذا يجري هنا؟ صوفي، باركا يسير وهو نائم، هكذا سنكون في أمان. رفاق ساعدوني، دورة العصارة توقفت. هنا مكتوب أن باركا يمر بفترة التجول الليلي السنوية، قد يصل تجوله لمدة أسبوع. أسبوع؟ هل هذا أطول من يوم؟ 7 أيام يا باركا. 7 أيام؟ هل هي أكثر من يوم؟ لا أحد منكم لديه فكرة عما أتحدث. لا لا، علينا أن نربطك لأنك ستتجول وأنت نائم. لا، هذه قسوة، يجب أن نمنحه مساحة. هذا موضوع برنامج النجاة اليوم، لكن أين؟ في ساحة الغابة، يمكننا أن نتبادل حراسته مثل رحلة التخييم. ياي، رحلة تخييم، رحلة تخييم. ما هي رحلة التخييم؟ نذهب للنوم في الخلاء في الغابة. هيا، الأمر ممتع، سنشعل نار المخيم ونأكل حلوى ونحكي قصصا مخيفة، وهناك المعدات التي أرسلها إلينا أبي وأمي. حسناً، سيمنحني هذا فرصة لتسجيل حركات باركا في البرية، ربما يضيف. نعم، سنذهب في رحلة تخييم. سأذهب إلى عمل إضافي كحارس غابة. حسناً، لكن أولاً انظر إلى أحدث اختراعاتي، انبهر ببراعته، اندهش من قوته. كنت أود، لكن علي تعليق لافتة السلامة، لا جري، لا سباحة، لا لعب، وهذه لافتة لك. تعرفون، أحتاج مساعدة. قلت لك إذا أحضرت شيئاً غير ضروري ستحمله. غير ضروري؟ لا أحد يأتي إلي إذا احتجتم أدوات تدفئة أو أعواد أسنان. ممتاز، سنكون في أمان. رفاق، أعدوا أعشاشكم. حسناً يا رفاق، إنها أحدث تكنولوجيا في نصب الخيام. ها؟ ها؟ لا تقلق يا فريد، سنساعدك. رأيتم؟ ممتاز، هذا رائع وهادئ، صحيح؟ خاصة بعد أن أوقفنا جاروف الحفر الذي أحضرته للحفر. والآن هذا أهم شيء عن شوي الحلوى، أن نواصل لفها إلى أن تصبح ذائبة. أو يمكنكم فعل هذا. حسناً، وضعت جدولاً كي نراقب تحركات باركا. فريد وأوبل الدورية الأولى. حسناً، الخطة باء. أليس رائعاً؟ العلوم في البرية. العلوم مملة، أخبرينا قصة مخيفة مثل فيلم سجق أحمق أو بلدة بلا سجق. حسناً، في ليلة مثل هذه اجتمع بعض الأصدقاء في الغابة، كانت رحلة تخييم عادية، ولكن فجأة جبناء. على الأقل سأتمكن من القيام ببعض الأبحاث العلمية. إن الأمر طبيعي، الأمر طبيعي يا بني آدم. باركا، بارو بارو دو بدجو بارو. كف كف عن دغدغتي.
ماذا؟ شكراً، لكن كنت أسيطر على الموقف. نعم، أين بركة؟ ربما جرى عندما سمع الأصوات. بسرعة يا رفاق، خبئوا الأعشاش واختبئوا. بسرعة. ماذا تفعلين هنا؟ ألا ترين أنه ممنوع التخييم هنا؟ أو هنا؟ أو هنا؟ أو هنا؟ أجري تجربة علمية. لا حساب، لا جغرافيا، لا، لا شيء عن العلوم. أعتقد يمكنك. أوه، حسناً، لقد ذهب. علينا البحث. هذا جميل. أوه، لا أشجار على الطريق. ممتاز. طفح الكيل. سأحضر المنشار وأقطعك الآن. لا تقلقوا، سأخرجنا من هنا. أوه لا، لا أستطيع التحرك. أوه لا، نمت طوال الليل، جائع. لماذا لم توقظني؟ فلنعثر على بركة. لا تقلقي، سأجمع كل شيء في لحظات. أخبريني أنه ليس خطأي. هل هذا زيت الفاخر الذي تستخدمه؟ تشانغ؟ أحتاجه من أجل المنشار. سأقطع شجرة في منتصف المسار. أحياناً أعتقد أن لديك وظائف كثيرة ولا تقوم بمهامك معي. وماذا تفعل أوراق الشجر هذه هنا؟ العلوم الرائعة تبدأ بمكان نظيف. تشانغ؟ بالقوة! أوه، شكراً يا تشانغ. الآن خذني إلى الشجرة التي أسقطت هذه الأوراق. عثرت على ساكن جرار يسكن في شجرة. بكل سرور. لا تستطيع الحركة؟ لا أستطيع، لا أعرف لماذا. أنا أعرف السبب، ربما ضغط المسمار على عصب ما. ها. أو 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 أو. خطرت لي فكرة. باركا، هل أخرجت عصارة؟ سأحاول. حسناً، قفوا خلفي وادفعوا. حافظوا على توازنك، احترسوا من حفرة الوحل. هل أنت واثق أنك تعرف الشجرة؟ أنا بالطبع وضعت عليها لافتة. أحتاج مساعدا أفضل. أشعر بقدمي. هذا لأن اللافتة تحركت. الآن قد علقت. إذن لماذا تضحك؟ لأن استخدام الحفرة يدغدغني. أسرع يا تشانغ. دكتور المبتكر، بركة كف عن الضحك، أما البقية اختبئوا. أثق أنها كانت هنا في منتصف الطريق. مطاردة فاشلة أخرى. انتظر يا سيدي. هيا. أنت بخير يا سيدي، الآن نعالج ألم قدمك. سكان الجرار. لنشتته ونحرر بركة. معك أدوات التدفئة؟ ليست هذه. لا 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 لا، قف عن تضييع الوقت واقطع كل الأشجار. أريد تلك الكائنات. أعرف، لكن أين أبدأ؟ أحد سكان الجرار. واحد آخر، بسرعة. واو باركا، سأخرجك من هنا. لا، هذا الشيء مخيف. هذا هو الغرض. اجري فريد. تم. هكذا. من هنا يا تشانغ. تشانغ. سيدي لا تخف، سأخرجنا من هنا. لا يا تشانغ، سلك متعقب الجرار. واو.
كنت تقولين إننا لا نحتاج إلى هذه المعدات؟ نعم حسناً، مشكلة سير بركة نائماً لم تساعد. أنا أفكر في أمر.